طيب احنا هنا وصلنا ان احنا لازم نكتب هنا سانكيام. خلاص هو هنا في الدرس الكلاس بتاعه سانكيام دي. خلاص في عندي هنا الوان فير وجون. خلاص ليه انا بسطر يا ولاد على الحاجات دي؟ علشان هو ممكن يسالني تحت، هو الولد ده في سنه كام؟ ابقى مسطر اسمه ايه؟ احمد. الكلاس بتاعه ايه؟ ابقى عارف. تمام. هنا التوبي دي متلونه من ثلاث الوان ولا من لونين؟ لا ده فير وجون. طب لو كتب لي فير وروج يبقى انا لازم اعرف الحاجات دي كلها، ابقى عارفها. ان شاء الله الامتحان يجي بسيط وسهل باذن الله وما فيهوش يعني كلكعه كتير، وان شاء الله كده ايه كلكم ان شاء الله تستفيدوا من ايه من المراجعه البسيطه اللي هي معموله. وبون شانس ان شاء الله.